أحس أني كتبت كل شيء. في شيء نسيته؟ أمي تبغى أغراض حق البيت، وأنا أبغى دقوس وأتار والجبل اللي أنا أحبه، وأبوي يبغى فوالة الميلس، وأنا وأخوي بنركب تلفزيون الميلس. خلاص خلصتي تحضير رمضان؟ بسم الله. انتي من متى هني؟ من وقت الدقوس والجبن والاشار. يعني تعرفين ان التحضير حق رمضان يعني. هي اشوفك اسمعك انا، بس ترى لاحظت ان كل الاشياء اللي كتبتها عن الاكل وتحضير الميلس، ترى رمضان اكثر عن شي. كيف يعني اكثر عن شي؟ كيف يعني اكثر عن شي؟ يعني شو اكثر؟ يعني مو بس تحضر شي لرمضان، في اشياء ثانية مو بس الاكل. زين خلاص بخبرك، بس اول شيء خلنا نرحب باصدقائنا لانه خلاص قرب شهر رمضان. خلنا نبارك لهم. خلاص مشاهدينا بيغششوني وبيقولوا لي شو الاشياء الزياده، لان فيني فضول الحين. تو فيك فضول؟ ايه كلها منك. سهلة. زين يلا رحب اصدقائنا. يلا واحد اثنين ثلاثة. مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة ويوم جديد. يا نور ويا خليفة، مثل ما تشوفون مشاهدينا احنا وايد متحمسين. والله وايد وايد متحمسين. ليش؟ ليش؟ لان الحلقة الجاية بتكون في شهر رمضان الكريم، وانا صراحة وايد متحمسة. وانا وايد متحمس مثل ما تشوفين. كنت ياسة احضر. اشوفك. وحلقتنا اليوم بتكون كلها عن الغاز عن شهر رمضان الكريم، وصراحة متحمسة. وفي فقرة رياضية، تعرفين نوف ان الرياضة يعني تعطينا طاقة وتخلينا يعني في الصيام يكون عندنا يعني نتحمل الصيام. ايه صح. تعرف خليفة، انا اكثر شيء احبه في رمضان، اكثر شيء احبه في رمضان هو الفانوس. تعرفين ان الفانوس فيه قصة؟ فانوس في قصة؟ كيف جي؟ إنه يعني في قصة، يعني في قصص مختلفة عن الفانوس. مثل شو؟ في ناس يقولون إن الخلفاء المسلمين كانوا يطلعون في الشوارع في رمضان ويشلون فانوس ياهم، ويعني الياهل كلهم يتجمعون حواليهم ويغنون أغاني عشان رمضان. الله حلو. عشان يستقبلونه. ما شاء الله الله حلو، ما كنت أعرف صدق. زين خليفة، شو رايك قبل لا نبدا ناخذ اسئله الجمهور نشوف فيديو عن كيف يعني يستقبلون او تحضيرات حوالي العالم لرمضان. نشوف كيف يستقبلون رمضان. فكره حلوه. خلينا نشوف. خلينا نشوف كيف. شفت كيف كلهم متجمعين؟ انا شفت الفيديو بس شوي تركيزي راح، لاني بعدني افكر فشو هي الاشياء الثانيه اللي لازم اسويها اللي قلتي عنها. يعني انا جبت الميلز، جبت التلفزيون، جبت الاكل، يعني وايد اشياء في اكثر والفواله. يعني
خليفة مو بس هاي يعني في أكثر والله سهلة ترى. زين قولي لي. ما بقول. خلاص عادي أنت ما بتقولي لي، أنا بسأل أصدقائنا وبيخبروني. زين عادي اسألهم عادي. خلاص. زين مشاهدينا إذا تحابين بنسألكم نحن، وكنت تتصلون لنا الرقم بيكون ظاهر عندكم على الشاشة، والرقم هو 02506666. نعيد الرقم مرة ثانية 02506666. نترى اتصالاتكم وحماسكم. أهم شيء شو؟ أهم شيء الحماس، أهم شيء. إنزين خليفة خبرني شو أحلى أكلة عندك في رمضان؟ يعني خلاص آخر كلام ما بتخبريني؟ ما بقول لك، لا تحاول. مشاهدينا بيقولون. ما بقول لك، خلاص بتشوف إذا بيقولون. إنزين. أحلى أكلة عندي سمبوسة. هو سمبوسة. أنا هريس، أحب الهريس. هريس، أنا بعد أحب الهريس. شو بعد؟ وأحب لمة الأهل. أحلى شيء والله، أحلى شيء مو بأكلة بس أحلى شيء والله. يوم تأكلي بروحك غير مع أهلك، تحسين الطعم غير. هي والله. إذا شو تسوي في رمضان يعني أكثر شيء؟ يعني شو تسوي؟ تروح تزور أهلك؟ في هالرمضان أنا يعني أكيد بدرس طبعاً. هي عشان مدارس في امتحانات. وبس رمضان اللي طاف كنت أتجمع مع أهلي، ومرات كنا نروح راس الخيمة نتجمع يعني ونسولف. أنا أسوي رياضة في رمضان، أنت تسوي بعد؟ هي أسوي رياضة أكيد، رمضان أحسن وقت تسوي في رياضة. أحلى شيء. وأنا أحس مثل ما قلت هالرمضان بدرس كله دراسة. أنتوا بعد مشاهدين لازم تدرسون، تتجهزون حق الامتحانات. أنت دقيقة قلتي لي تسوي رياضة صح؟ هي تسوين قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ أسوي بعد الفطور. بعد الفطور؟ هي. بس مرات انا اسوي قبل مرات بعد يعني احس عادي. قبل لان شيء صايم تكون صايم فيمكن شوي تدوخ يعطيك طاقه شوي. بس في طاقه صح ها. بس ما ادري. زين خبرنا، انزين انت كيف؟ خبرني انا واصدقاء رايح كيف تقسم وقتك. اول شيء قبل الفطور ادرس. هي. يعني اول شيء بروح المدرسه طبعا، بروح المدرسه برجع المدرسة باخذ يعني وقت راحة شيء تقريبا مال ساعة أو نص ساعة. عقب برد أدرس عشان يعني الامتحانات وشي بيكون قريب الفطور. تفطر؟ بنفطر. وبعدين شو بتسوي بعد الفطور؟ تقعد مع أهلك؟ قد ما تقعد مع أهلك؟ أقعد مع أهلي أكيد. شوف أهم شيء. أهم شيء. وبعد الفطور أروح أدرس يعني اللي أباه يعني ساعة ساعتين أي شيء. عقب أروح أسوي رياضة. حلو. زين وش المسلسلات اللي تتابعها؟ أوه عاد وايد مسلسلات وايد صح؟ في رمضان. ما أدري شو أحلى شيء تشوفه؟ أنا أشوف مسلسلات خليجية. وأنتي؟ أنا بعد يعني بس أحب أشوف المقالب. تعرفي يسوي مقالب؟ أنا أضحك هذا يكون في الفطور. والكرتون بعد أحب أشوفه. أهم شيء مشاهدينا شو اسمه يوم يكون ها مال المقالب احنا جالسين نفطر ونضحك لما على الاهل تضحك والله حلو احلى شيء. زين وتحب تفطر برا يعني فطور جماعي؟ كيف يعني؟ يعني برا تفطر مو في البيت؟ احس لا يعني غير. ليش؟ تحس غير؟ كيف تقصدين برا البيت يعني في بيت يعني حد ولا كيف؟ مو في بيت، خلينا نقول يعني برا يعني مو يعني في اي مطعم. لا ولا يعني تفضل في البيت؟ افضل في البيت انا. ايه حتى انا احس احسن في البيت. بس يعني اذا كان على السحور شي عادي. السحور بتروح سحور المطعم؟ لا مو في الليل على بالي. لا على وقتنا على بالي الفيره على وقتنا يعني لان احنا بنرقد عشان المدرسه فهالوقت لا تحسبين انا اقول بعد الساعه 5 الفجر 4 الفجر. والله متحمسة حق رمضان. متحمسة والله أنا وايد متحمس حق رمضان وحق يمعة رمضان. هي وأحلى شيء أنا متحمسة له أكثر شيء إني أختم القرآن هرمضان. أنا 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 كل رمضان الحمد لله أختم. حتى أنا أبغى أختم هالمرة بعد لأن الأجر مضاعف. صح فشي والله متحمسة. خلاص متى بيبدأ يقولون؟ يقولون ياما الأربعاء يمكن الأربعاء أو الخميس صح؟ أنا اللي سمعته هذا. بس أنا أحس أن الأربعاء أكثر شيء يعني أربعاء يقولون. لا أنا أحس الخميس. نشوف 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 أربعاء ولا خميس.
مشاهدينا الحلقة الجاية بتكون في رمضان وبتكون يوم السبت الساعة 4 قبل الفطور. يعني من 4 إلى 5. هي ما بتكون الخميس، بتكون كل سبت من الساعة 4 إلى 5. فأصدقائنا شاركونا وتعالوا بنتعلم أشياء جديدة ويا بعض، بنسولف، بنتعرف عليكم، وقولوا لنا كيف يعني جدولكم في رمضان، كيف تقسمونه؟ يعني خصوصاً خصوصاً مع الدراسة هالسنة، فلازم يكون في جدول، لازم هالشيء لازم يكون موجود. صح لازم جدول. هي. وطرشوا لنا جداولكم، يمكن نحن نتعلم منكم بعد. ايه يمكن نشيل جداولكم ونخليه حقنا. يعني نقلدكم. بالمعنى المفيد نقلدكم. زين طرشوا لنا اياهم على الايميل اللي بيظهر عندكم على الشاشه. الرايح@بينونه.ae ويلا نشوف مشاركاتكم. نشوف مشاركاتهم وجداولهم. ايه انا الحين مقسمه، يعني الحمد لله قبل لا يبدا رمضان مقسمه نفسك بالضبط. سبحان الله شفت كيف؟ كيف؟ سبحان الله ما اعرف كيف نفسك بالضبط. ايوم ها. قبل شيء من شهر 2 انا مجهزه. من شهر 2 تفكري في رمضان؟ انا شهر 2 اذكر بالامتحانات. والله بيكون حماس. وايد. زين تعال نقعد اذا تبغى. راح نقعد؟ احسن. اول شيء خليني اشيل ورقتي. بعدك ما فكرت في شيء؟ لا بعدي يا اخي خليني افكر. حاول. يعني انت الحين من صدقك تبى تقنعني ان عندك رمضان بس اكل؟ اذا شو كتب راويني؟ اكل ومسلسلات تلفزيون. هي ايش عرفت شو نسيت؟ شو؟ دراسه. دراسه صح بعد صح؟ بكتب دراسه رقم 6. هي رقم 6 دراسه بعد. اذا خبرني شو كتبت؟ شو كتبت؟ اني اساعد امي في اغراض البيت. صح. وانا ابغى دقوس واشار والجبن اللي انا احبه. لازم كل رمضان دقوس واشار. شو الجبن اللي تحبه؟ جبن هذا ما بخبرك اياه. لا ما بخبرك اياه. ليش خايفه اروح اخذ له؟ عشان ما تخلصينه من الجمعيه. انا بروح اشيل لك بشله الحين عناد فيك بدور وبعرف وبشله كله من الجمعيه. وبساعد ابوي في فواله الميلس. وانا واخوي بنركب تلفزيون الميلس. زين وشو سحورك حق يعني عشان ما تعطش؟ سحوري طبعا في السحور ما يصير تاكل اشياء مالحه لان بسرعه بتعطش. عشان ما اعطش قبل اليوم اللي بعده. ما اعرف صراحه احس شي لازم اشرب عادي انا اي شيء. هي حتى انا اي شيء. اي شيء اروح اشوف جدامي عادي خلاص تاكل اي شيء عشان عشان شو انه بعدها مدرسه فخلاص. سيده صح وراح ارقد. بس خصوصا لانه شيء مدرسه ويعني ندام الصبح لازم لازم ناكل يعني لازم. والتمره بعد وايد مهمه. التمر وايد مفيد ويشبع بعد. انزين نوف انا بسالت سؤال بما ان انا احب الطبخ. انت تساعدين امك في الطبخ في البيت؟ انا اساعد بس دائما اخرب كل شيء. فاحسن احرق السمبوسه اسوي كل شيء انا اخرب كل شيء. لازم تذكريني انا علمت طبخ. بس ان شاء الله بناديك انت بتسوي خلاص بتساعد امي؟ خلاص خلاص انت ساعدها لان انا احسن لي ما اكون في المطبخ. انا اقول ليش رمضان اللي طاف ما اكل سمبوسه محروقه؟ وانا اقول انا احس بانه يعني هاي انا طرشت لك اياها مو بحلوه؟ حلو طعمها صح؟ قول حلو ولا بزعل؟ وايد حلو وايد حلو. مشاهدينا نوف جابت لي سمبوسه محروقه السنه اللي طافت. بس يعني كانت تعبت عليها زين. والله تعرف احسن شيء مو ادش المطبخ صدق. امي تقول لي لا تدشين خلاص اعرف ان تبين تساعديني بس لا تدشين خلاص. اكيد ما بتتعلمين دراسه وشي صح؟ لا بس ان شاء الله ابى اتعلم. بعلم عشان اساعد امي. بتعلمني انت؟ ايه خلاص عشان افاجئ امي. بتتفاجئ فجأة ما حرك شيء. كيف عرفتي على طول؟ خلاص علمني. انا الحين اكلم مشاهدينا، ابغى اتصل باصدقائنا. خلاص عيل بناخذ اتصالاتكم مشاهدينا بس كالعاده. كالعاده. بعد الفاصل بناخذ فاصل قصير ونرد لكم، لا تغيروا القناة. نشوفكم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. احنا اليوم شو اسئلتنا؟ اسئلتنا كلها الغاز
والغاز حلوة ومفيدة وتقريبا كلها عن رمضان. وأنا بسأل مشاهدينا هم شو محضرين حق رمضان عشان أكتبه في ورقتي. يعني تبغاهم يغششونك؟ يساعدوني. لا 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 في فرق. أنا بشوف إذا فيه هو. نشوف إذا فيه هو. نشوف. يلا نشوف. زين خلينا نشوف. لازم نذكرهم على فراري. مشاهدينا إحنا كل أسبوع يكون عندنا قسيمة من فراري وهم. واللي بيكون فايز فيها بيكون محظوظ وايد وايد محظوظ لأن بس واحد بس بس فايز واحد بس مشترك واحد هي. وشو هي إن إذا فزتوا إن شاء الله يكون فيه هو. أنا أحس فيه هو صح؟ أنا أحس في فراري. في فراري؟ هو فراري. في فراري ما في هو. ما في هو بس في فراري. في فراري. زين يلا ناخذ الصلاة. ناخذ اتصال خليفة؟ يلا ناخذ اتصال ونقول الو السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ سناء. سناء من وين تكلمينا؟ من دبي. من دبي، كم عمرك يا سناء؟ سبعة. سبعة العمر كله. سناء متحمسة ولا لا؟ متحمسة. قولي أنا متحمسة. متحمسة. صفقة. كم كانت عمرها؟ سبع سنوات. العمر كله سناء. سناء انتي متحمسة حق رمضان ولا لا؟ ايوة متحمسة. انزين احنا اليوم عندنا مسابقات وان شاء الله تفوزين معانا، بس اول شيء بسألك انتي تصومين ولا لا؟ يعني صيام مع صافير. لين الساعة كم؟ الظهر ولا متى؟ لسه أربعة. ما شاء الله ما شاء الله قبل الفطور بساعتين. خلاص متعودين إن شاء الله. إنزين أنا بسألت سؤال، كيف تتحضرين رمضان؟ شو تحبين تسوين في رمضان؟ حلويات. حلويات وعصير. عصير. شفتي بيمتو؟ أهم شيء بيمتو. كتبت لك أنا. إنزين أنت أي صف يا سناء؟ أول. صف أول. شاطرة في المدرسة؟ أكيد. أيوة. مبين عليك ما شاء الله عليك. إزاي تبين تفوزين فراري؟ إن شاء الله. أحس إنه في فراري. أنا بعد أحس إنه في فراري. إزاي أول شيء في حد يساعدك؟ أيوة. من يساعدك؟ ماما وبابا. ماما وبابا. سلمي عليهم. طيب. يلا بناخذ السؤال ومستعدة؟ صوت أعلى عشان تفوزين. متعدة. شاطرة. يلا ما شاء الله عليك يا سناء. انزين نشوف السؤال شو يقول. والسؤال يقول شو الشيء اللي نعده وما يعدنا ونحمله ويانا من يوم قمنا وقعدنا ودوم في ايدنا هالشيء وخاصة في رمضان؟ يلا ساعد. نعده بس ما يعدنا. نشله معانا يوم نقوم يوم نقوم ويوم نقعد ويوم نقعد. مسبحة. شو قالت؟ مسبحة؟ صح جات الصحيحة. شاطرة. يلا ونلف العجلة. أكيد يعني ما شاء الله عليها شاطرة. عرفت سيدة شوف؟ سيدة. يلا لف العجلة. يلا نشوف. حصب. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله بسم الله يا سناء إن شاء الله تفوزين. بسم الله. من ساعدك سناء؟ ماما. يا رب. ومبروك فزتي معانا يا سلام. 200 درهم مقدم من برنامج الرايح. تستاهلين. شكرا لاتصالك وان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه. ما شاء الله عليها. شفت كيف جابت السؤال؟ كانت متحمسه. عشان كانت متحمسه. هي شفتي مشاهدينا سناء فازت لانها كانت متحمسه. هي يعني مشاهدينا اللي يكون متحمس ان شاء الله بيفوز. هي اكيد. واذا حتى لو كنت متحمسين ترى يكون في هواء فجاه ما اعرف ليش. الحماس تي متحمسه بلنتي هواي فجاه ما اعرف كيف. انت كنت تعرف الاجابه؟
شو؟ الإجابة كنت عارفها؟ المصباح؟ إيه أكيد أعرفها. ما أصدق. مبين أصلاً إنه هو إحنا نعده بس هو ما يعدنا. وإحنا يعني معانا يوم نقوم ونقعد. صح ولا مبين. لا؟ مبين. والله الحمد لله فازت، ارتحت، أبغاها تفوز كنت. إنزين خلينا نسولف أكثر عن جائزة فراري. أول شيء مع الرايح الكل رابح مشاهدينا، يعني إن شاء الله اللي يكون متحمس بيفوز، وإن شاء الله شخص واحد محظوظ، شخص واحد محظوظ بيفوز بفراري. أنا وايد أحب فراري والله، وايد فراري أمسكت موجودة هناك. فراري مكان وايد حلو. هي أنت قلتي لي أمس أن أنت فراري أمسكت موجودة هناك، والله في ألعاب روعة، وهو أكبر مكان، أكبر ملاهي مغطاة، صح؟ هي هي صح. وبعد في أسرع قطار هناك، سريع. ركبتي انتي القطار؟ هي ركبته. وايد حلو. أول شيء كان يخوف. أول شيء تحس إنه يخوف خلاص، إنه ما تبدش. بعدين حماس. تغير رأيك قبل. بعدين خلاص بعد أول مرة تبى تعيده، تعيد تبى تروح كم مرة. وايد حلو، في وايد ألعاب هناك حلوة، يعني شي وأنت هناك كله بس بتتفاجأ بتنصدم. لأنه والله وايد حلو، يخبروك حد بعد تستفيد، مو بس يعني تلعب. في تستفيد، يخبرونك كيف يصنعون سيارة فراري، كيف كل شيء. وأنا بعد يوم صرت شفت سيارات قديمة. صح، في بعد سيارات قديمة. مال فراري. إيه إيه. فبعد مو بس هناك تستانسون، بعد تستفيدون. صح. وهو أحلى شيء. فمشاهدينا اللي بيفوز بيكون وايد محظوظ. وما يستوي أنا أفوز؟ لا ما يستوي، ما يستوي، ما يستوي. خليفة مشاهدينا لازم حد يفوز قبل خليفة شلة. أنا خايفة خليفة يلا لازم حد يفوز مشاهدينا، لازم حد يفوز. إذن خلنا نشوف مقطع عن عالم فراري ويا بعض عشان تعرفون أكثر عنه وتتحمسون أكثر، لأنه والله وايد حلو. يلا نشوف. يلا اللي ما كان يعرفه بيشوفه الحين. هي. مشاهدينا بعد ما شفت الفيديو قولي لي بصراحه، ما تبون تروحون؟ والله المكاوي حمستيني اكثر والله. انا بشلها ترى. لا 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 خليف، انا احسن يكون هنا عداي، انا خايفه اشلها. لا 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 انا احسن هنا. لا لا مشاهدينا ان شاء الله يفوزون ان شاء الله. ما تحمستي؟ والله انا تحمست، ابى اروحها مره ثانيه، مع اني صارت لنا امس رايحت لنا. فاللي يروح يشلني وياه، انا بصير وياه. انا بعد بصير مره ثانيه. انزين ما يستوي ثالث. بس زين. انتي رحتي خلاص امس. بس ماشي بعدني اروح. وايد حلو صح؟ هي يعني في وايد العاب، فانا افضل ان اذا بتروحون روحوا بالوقت، لان شيء وايد العاب ما بتخلصونها. هي فسيروا الصبح يعني من وقت، وبعدين قعدوا ليه ما تبون. يعني بتخلصون يمكن في الليل من كثر الالعاب بعد. ايه في وايد يمكن الألعاب. ما تخلصون الالعاب بعد. اذا رحتوا متاخر ما بتخلصون كل الالعاب، وبعد صح. احلى شيء فيه انه مغطاه، يعني شيء مسكر. هي. فيعني ما في شمس، لا تحاتوا، ما في حر. هي. برد داخل. وفي مطاعم من جميع انحاء العالم. هي مطاعم، كل شيء، كل الاكل اللي انت تحبونه اللي الحين خطر في بالكم. يوم انا قلت مطاعم موجود هناك. على طول يا على طول موجود هناك. فبعد احلى شيء في الفيديو قالوا انه بتستانسون مع عائلتكم وربعكم، فصدق مكان حلو حق لمه الاهل تستانسون. ف اليوم لازم حد يفوز. لازم اليوم حد يفوز. نشوف اذا فيه هو. نشوف اذا فيه. أكيد بيكون فيه هو، أكيد. خلينا نتدرب إذا كان فيه هو. يلا شي، إذا كان شي. يلا واحد. شي شي شي. لا. لا 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 لا. شوي. أنا عندي فكرة. يلا. هاي. واحد. شو بتسوي؟ خلي بروحة. بعدين. شوي. شو بتسوي؟ ما شاء الله سبحان الله مبروك مشاهدينا. شفتوا كيف؟
بنخليكي على فراري يمكن الاتصال الثاني يفوز. بنخليكي لا تحركي لا تحركي. يلا زين ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ عائشه. عائشه عاشت الاسامي عائشه. انزين من وين تكلمينا؟ العين. من العين. وكم عمرك؟ 13. العمر كله ان شاء الله. في اي صف انت؟ تاسع. تاسع؟ شاطره في الدراسه ولا؟ اكيد اهم شيء. زين سرتي فراري مره؟ هي. استانستي صح؟ ايه وايد. والله وايد حلوه. وايد حلو المكان. ساعدي خليفه وقولي له كيف ازيد على الورقه مالي؟ شو الاشياء المهمه غير الاكل والتلفزيون وها يعني في رمضان؟ قراءه القران. صح؟ لازم اضيفها. انا كاتبنا اصلا. ايه كاتبنا اصلا. زين شو بعد؟ صلاه التراويح. صح؟ شو بعد؟ الدعاء. الدعاء. خلاص خبرتني كل شيء. ما شاء الله عليك. خليفة بس كاتب اكل وتلفزيون. تعلم تعلم من عائشة. زين يا عائشة عشان الحين في عندنا دراسة وشي امتحانات فكيف بتنظمين وقتك؟ ناخذ منها. شوي قبل الفطور وشوي بعد. انزين واهم شيء انك تقعدين يا اهلك صح؟ اكيد. هي وقت أكيد. مخصص حق هي وقت مخصص لازم. انزين يلا مستعدة حق السؤال؟ مستعدة. بصوت اعلى عشان تفوزين. انا مستعدة. صفقة. يلا انزين ونشوف شو اللغز. يرافقنا فطور وسحور، أول ضيف لو غاب النور، وعلى مائدة رمضان لازم له حضور. شو هو؟ وايد سهلة. قبل شوي كنا نتكلم عنه. هي تكلمنا عنه في البداية. إنه هو مفيد. مفيد. التمر وإجابتك صحيحة. يلا إن شاء الله تفوزين. أنت كنت تعرفين؟ هي كنت أعرف. ايه انا اعرف وايد اشياء ترى. ما شاء الله عليك. يلا زين لف العجله. في حد ساعدك ولا انت عرفتي بروحك؟ انا عرفت امي ساعدتني شوي. شكرا ام عائشة. يلا واحد اي صوب صوبك؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. نشوف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفوزين. نشوف كان ومبروك ربحتي ويانا شنطة الرايح من برنامج الرايح. طبعا شكرا لاتصالك وان شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. عائشة سهلة انت عرفتها؟ كنت متحمسة. انت اللي عرفتيها ولا لا؟ انا اللي قلت لك ان التمر وايد مهم. هو شو قال؟ لازم يكون موجود. لازم يكون موجود في كل رمضان. ايه. وعلى مائدة الطعام. موجود في الفطور والسحور. ايه. وشو بعد؟ وبس هل كان؟ كان في بعد شيء الظلام. يعني انه يوم 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 نفطر يكون موجود في الظلام. ايه لازم يكون. هي هي لازم يكون موجود. هي. انا اللي قلت لك ان التمر مفيد. ها؟ لا 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 مشاهدينا يعرفون ان انا اللي اعرف. لا لا انا اعرف انا اعرف. زين الحين عرفت شو اقصد؟ ايه عرفت. في السؤال اللي قبل؟ ايه. يلا خبرني زين شو عرفت؟ زدت على اللي انا كنت كاتب انه قراءة القرآن. اكيد مثل ما قلت انه بنختم القرآن. ايه. وصلاة التراويح. صح. وبعد يعني اشياء غير الدعاء. وبعد اشياء ثانيه. صح. والله تعلمت. شفتي خليتك تتعلم سويت شيء حلو بدون ما اكتب. وساعدت اصدقائنا بعد مشاهدينا. انا ابغى كل واحد يعني يجهز حق رمضان يكتب في ورقه عشان ما ينسى. هي. خصوصا انه في امتحانات وشي. هي صح. زين خلينا نذكرهم بالارقام تواصل. الرقم بيكون ظاهر عندكم على الشاشه الحين. ورقم هو 02506066. ونعيد الرقم مره ثانيه 02506066. نترى اتصالاتكم وحماسكم. اليوم كل اللي كانوا متحمسين فازوا. ايه كلهم اللي كان متحمس فاز. فاز. مع الرايح كل حد رابح. الكل رابح. انزين
بعد خبرني بس هل تعلمته؟ الحين انت قلت لي الاشياء اللي قالوا لك اللي يلا قلت كل شيء. لا الحين زيد، انت قلت لي اللي قالوه مشاهدينا. انزين اول شيء اللي قلته الاكل والتلفزيون. بعد الاكل والتلفزيون بعد مو راضي يتركها. انزين عمل الخير صح، والتفكير في حد ثاني مو بس في نفسي صح، التفكير في الاخرين واستغلال الوقت بشكل صحي يعني نفس الرياضه عشان يكون عندي طاقة وأقدر أكمل صيامي صح، والعبادة قراءة القرآن طبعاً والدراسة أكيد مثل ما تدري. ونسيت أهم شيء أنا أحب أسويه. شو أحب أنا أسويه؟ نقرأ كتب. هي لازم على الأقل كل يوم بعد الفطور، خلينا نقول كل يومين بعد الفطور تختار لك كتاب تقرأه. حلو بعد جادنا مثل ما تعرفون ان نوف تحب تقرا. لازم والله حلو اذا تقرا بعد الفطور حتى قبل الفطور تقرا. شوف خليفه من وين مبين انه ما بيقرا. مشاهدينا تعرفون بقرا اي كتاب؟ كتاب الرياضيات. قرا كتاب رياضيات، الفيزياء، رياضيات، فيزياء، كيمياء، عربي، انجليزي، كل دين، اجتماعيات. بس صح الدراسه كانك قريت. نفس الشيء. واهم شيء بعد ان لا تخلون مشاهدينا حقك وحق المشاهدين بعد، لا تخلون البرامج والمسلسلات تلهيكم عن شو الاهم او شو اصلا هدف او الاشياء المهمه. ليش رمضان اساسا موجود؟ لانه تحسون مع اهلك وتلمة الاهل وتحسون بالاخرين يعني وشي يعني فلا يعني حلو. ما اقول لكم لا تشوفون، شوفوا مسلسلات، انا اشوف بس لا تخلينها لا تلهيكم يعني تلهيكم لا تاخذ كل وقتكم يعني العباده مثل ما قال خليفه اهم شيء، الدراسه، الرياضه، القراءه، مساعده الاخرين، شيء هاي اهم الاشياء في رمضان. بعدين تجي المسلسلات ويوم السبت برنامج الرايح. هي ويوم السبت برنامج الرايح لا تنسون من الساعه 4 لين 5. فشي خلاص عرفت الحين؟ هي. يعني اذا سالتك مره ثانيه بتجاوب؟ بس دقيقة نوف، العبادة يعني لازم تكون مش بس قبل الفطور، بعد الفطور لازم نعبد نفس ما قالت انه لازم نصلي صلاة التراويح بعد. صح، في بعض الناس شي بعد الفطور خلاص كنا خلصها. فبعد الفطور بعد لازم وشي يعني الحين عندنا اتصال. اتصال؟ يلا. ناخذ اتصال ونقول الو السلام عليكم. الو منو معاي؟ منى من وين تكلمينا؟ بضبي. كم عمرك يا منى؟ 14. انزين منى متحمسه حق رمضان ولا لا؟ اكيد. منى انت اي صف؟ صف تاسع. تاسع. انزين منى عندك يعني امتحانات نفسنا. اكيد. ودرستي يعني ولا بعدك؟ لا بعدنا. بعدك. انزين شو اول امتحان عندكم؟ اول امتحان؟ بعد ما اعطونا الجدول بس اتوقع دين. دين. احنا بعد دين. انا خليفه اول امتحان دين بعد. بالتوفيق ان شاء الله. ويا بالتوفيق. انزين انت في رمضان كيف تنظمين وقتك؟ شو الجدول اللي تسوينه؟ اول شيء اقسمه. ها؟ لابد من نقرا القران. ها؟ نختمه في رمضان. ويكون وقت حق الدراسه. صح. ويكون وقت ويا الاهل. صح. صح. هالاشياء الحمد لله كتبتها. مستعده حق السؤال؟ مستعدة. صوت أعلى يا منى. مستعدة. يلا ما شاء الله تفوزين. انزين شوف السؤال شو يقول. فكري عدل. انزين. سؤال سهل. صندوق وداخله نور. يتزين بلونه مع بنور. بلور. يضوي الليل وقت السحور. وكل من شاله غدا مسرور. في اختيارات؟ احنا ما في اختيارات بس بنساعدك يعني. اذا بعيده مره ثانيه.
زي بعيدة مرة ثانية. صندوق وداخله نور، يتزين بلونه مع البلور، يضوي الليل وقت السحور، وكل من شاله غدا مسرور. يضوي الليل، يضوي الفانوس. وإجابتك صحيحة. شاطرة. إنزين يلا ونلف العجلة. يلا قول بسم الله عدي للثلاثة. يلا واحد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا إن شاء الله تفوزين. نشوف فيه هو ولا لا. فيه هو. فيه هو. فيه هو. منى فيه هو صح اليوم؟ في هو صح. في هو. انت قلتي في هو. في هو. في هو. في هو. ومبروك. سبحان الله اليوم هو قوي. ايه هو. مبروك ربحتي. الحماس وكل شيء والجواب بسرعه. وبتروحين فراري يا منى. شكرا. العفو. ان شاء الله تستانسين هناك انت باهلك وربيعاتك. ان شاء الله. شكرا لك. يا منى بتسيرين مع منو؟ مع ربيعك ربيعك ربيعتك ولا اختك ولا منو؟ اخويا. زين ما بتاخذوني وياكم يعني بالغلط؟ بالغلط ما اعرف ناخذ. زين ما تخافين تركبين القطار السريع اسرع قطار؟ لا ما بخاف عادي انا شجاعه. اوه زين يا منى يوم بتروحين لو تقدرين تصورين لنا وطرشين لنا على الايميل الظاهر على الشاشه اللي هو الرايح@بينونه.ae. ان شاء الله بتوصل وياكم. انت رحتي فراري قبل؟ لا ولا مره. ولا مره؟ زين خبريني بعدين شو احلى لعبه عندك؟ ان شاء الله. زين انا احلى لعبه عندي القطار السريع. لا تقلدتيني. انت تشوفي هو قال وانا قلتي انت دائما تقلديني مشاهدينا دائما تقلدني انا بعد عندي القطار السريع وفي بعد يا منى اذا تبي تروحين في قطار يكون داخل فراري مو برا شفته صح داخل فراري اللي شي يكون سريع تخيلي بس 30 ثانيه من كثر السرعه 30 ثانيه بس زين صبري يا منى هذه احلى لعبه عندي صح زين انت تخافين ليش كيف تركبينها؟ ترى قلت لك اول مره كنت شوي خايفه. هي. بس بعدين حبيتها استوت احلى لعبه عندي. متاكده؟ ايه ما اخاف انا بس اخاف من الحيوانات ما اخاف من شيء ثاني. من الحيوانات انا بنروح حديقه الحيوان. لا 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 مشكوره. شكرا لاتصالك وان شاء الله تستمتعين في عالم فراري. ان شاء الله. ومثل ما قلنا ان هي محظوظه. لأنه أول فايز. إيه والحين لازم نسوي عليه خلاص. خلاص. إنه موجود. إذا طلع نعيد. بنعيد مرة ثانية مشاهدينا إنزين لأن قلنا بس يعني بنتصل واحد بيفوز. صح. وفازت منى فخلاص إذا طلع لأي متصل هالشيء بنرد نعيد مرة ثانية نلفها. إنزين. اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم. هلا. ألو السلام عليكم. هلا. ألو. أنا ألو السلام عليكم وعليكم السلام من معي؟ سالم سالم؟ سالم حمدان سالم حمدان سالم حمدان عاشت الأسامي زين من وين تكلمنا؟ من أبو ظبي وكم عمرك؟ 10 سنين العمر كله إن شاء الله زين أي صف أنت؟ سالم حمدان عاشت الأسامي زين من وين تكلمنا؟ يا سالم يا سالم ممكن طلب صغير عادي تقصر على صوت التلفزيون عشان نسمعك عدل؟ اي عشان نسمعك عدل. اسمعنا من التليفون لا اسمعنا من التليفون سالم. هلا؟ الو سالم. ها؟ عادي توطي صوت التلفزيون شوي عشان تسمعنا من التليفون؟ اوكي اوكي يلا وطيت الصوت. انزين مشكلة. اذا خبرنا اي صف قلت؟ انا صف خامس. صف خامس. انزين مستانس حق رمضان مستعد؟ مستانس اكيد الله اكيد انزين خبرني كيف تحضر لرمضان غير الاكل؟ لازم برجر يعني نفس الوقت ارقد ايه ادرس عشان امتحانات والاشياء ايه رمضان وبعد عشان يعني اقوم واصلي الصلاه طبعا حلو حلو تنظيمك للوقت زين مستعد حق السؤال
مستعد. يلا ونشوف السؤال. يقول كثروا منا في رمضان بعد الفطور وحتى الفجر قبل الأذان، منا انخلق كل شيء وأساس جسم الإنسان. سهل. ممكن تعيد السؤال؟ إنزين، كثروا منا في رمضان بعد الفطور وحتى الفجر قبل الأذان، منا انخلق كل شيء وأساس جسم الإنسان. يعني كل شيء انخلق من هالشيء. هي. وهو أساس جسم الإنسان. شو أساس جسم الإنسان؟ ورمضان نحتاج له وايد. هي رمضان وايد لازم تكثر منه، لازم. الأكل. لا بعد شيء ثاني، شيء ثاني. يوم نخلص رياضة. أنا بقول لك زين، قبل لا يأذن الفجر نستعيل وش نسوي؟ شرب الماي. نشرب ماي. جاوبتك صح. زين يلا ونلف العجلة. صوبك. صوبي. يلا نقول بسم الله. واثنين ثلاثة. نشوف يا سالم. إن شاء الله تفوز. أتوقع ما في هو. لا أنا يمكن ما نشوف على حسب. ما في هو. مبروك. ربحتي يانا 200 درهم مقدمة من برنامج الرايح. تستاهل يا سالم، شكرا لاتصالك وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. والحين بناخذ فاصل قصير ورد لكم. لا تغير القناة خالد. خالد لا تغير القناة. مريم. موزة. سلامة. عفرة. سعيد. علي. حمدان. كلكم لا تغيروا القناة. لا تغيروا القناة. ترى أشوفكم. هاي أنتي. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. قلنا لكم قصير. ايه قصير شفتوا؟ ان شاء الله ما حد غير. تحس غيروا القناه؟ لا ما غيروا مشاهدينا. مشاهدينا ما تغيرون صح؟ اصدقاء رايح ما يغيرون. انزين نحن اليوم ما تكلمنا عن الرياضه بعد واهميه الرياضه في شهر رمضان. انزين تخبرني شو احلى رياضه تحب تسويها؟ احلى رياضه عندي اكيد تعرفين انت كره القدم. كره القدم. انا احب الركض. الركض؟ ايه. شو بعد؟ في كرة القدم فيها الركض، فيها صح، فيها كل شيء. حتى كرة السلة حلو. هي. حتى الريشة، أنا أحب الريشة وايد. الريشة؟ ايه اللي تكون نفس التنس بس إنها ريشة. ايه هالشيء. عرفتها. ايه فأنا وايد أحب هاي. وفي بعد وايد أشياء. خبرونا أنت بعد. في كرة قدم، في سباحة. سباحة ايه. في خصوصا الحين الجو الحار فمشي. مشي هي الجو. مشي كنا رياضه في الجو البارد. صح. و في بعد صاله الرياضه. و يعني هي حق الشباب اكثر. وبعد شوفي في وايد اشياء. في جوجيتسو. جوجيتسو هي. انت تحب جوجيتسو بعد؟ هي انا وايد احب جوجيتسو. اي وايد احب. والسيكل بعد في. وفي وايد اشياء. في وايد اشياء هي. انزين بما ان احنا يصير نتكلم عن الرياضه فانا جبت لك رياضه وايد حلوه وان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. شوف ويلا نشوف الفيديو. يلا نشوف. تعرفون أن هناك أنواع كثيرة من السباقات، فمنها سباقات الطرق، ومنها سباقات الحلبات، وسباقات الطرق السريعة والتحمل، وأيضاً سباقات صعود التلال وسباقات الطرق الوعرة. كما أن هناك أنواع عديدة من الدراجات النارية، فمنها من هو مصمم لاستخدام فوق الطرق المرصوفة، فنرى أنواع منها مستخدمة من قبل دوريات الشرطة كوسيلة نقل في الشوارع العادية، ومنها من هو مصمم لاستخدام خارج الطرق. في عام 1885 قام المهندس الألماني غوتليب ديملر بصناعة أول دراجة نارية، وكان هيكلها مصنوعاً من خشب. ثم تطورت الدراجة
حتى أصبحت مثل الدراجة النارية المستخدمة الآن. ونرى في يومنا هذا أن الدراجة النارية أصبحت أكثر متانة ولها محركات ومكابح قوية. نوف شفت الفيديو؟ إيه بس أنا ما أدري الرياضة ما هي رياضة هي أحسها ما أدري يعني خوفتني. ما أدري أحسها مو هي رياضة مسلية. مسلية بس مو بآمنة أحسها خطيرة. هي يعني مو كل الأعمار يسوونها. إذا تلبسين الأشياء اللي تخليك آمنة والخوذة يعني والركبة ويعني لبس الدراجة كلها إن شاء الله. بس أقدر أتعور بعد. كل شيء بيد الله. لا بس يعني صح لك شيء بيد الله بس لازم بعد ناخذ بالأسباب مو بالنجاح. الحيطة والحذر. إيه فما أدري أنا أحسها وايد خطرة يعني حق الأعمار الكبيرة. حق الأعمار الكبيرة. إيه بس الأعمار الصغيرة لا أحس. إذا أنا في معلومة كيف يقولوا إن الدراجة كانت مصنوعة من الخشب كيف تمشي؟ هاي كانت أول دراجة صنعت من أظني مهندس ألماني وكانت في 1885 واسمه أتوقع جونز ديملر أو شيء بس ما أدري أحس شيء وايد تخوف. لا يعني انت ما تركبين دراجات في البر وشي؟ هي بس يعني هاي دراجات بدون عادية خدا بدون فيها اربع تواير كن وايد آمنة. اوكي انت تسوقين السيكل بالتايرين ولا اربع؟ لا فيها هالاثنين اللي ورا مجاهدين انه لو تسوق سيكل مع التايرين اللي ورا ما تطيحين يعني؟ لا ما اطيح توازن. في مرة بعد اتحرى انا بعد تطيحين. لا هي انا ما اقدر الاثنين بس. في مرة جربتي تايرين؟ هي اطيح كله ما اقدر. مشاهدين نطيح يا بس. مشاهدين الحين عرفت سر من اسراري احاول اخبيه بس اكتشفته الحين. وبعد الفرق انه بين الدراجة والسيكل ما شيء ماكينة. يعني انت سرعتك انت على حسب انت كيف تسوي. زين بس انت يوم تسوقين في الدراجة انت تحددين القوة؟ لا بس لا. في شيء ماكينة ما ادري ما اعرف احس خطيرة وايد اللعبة الرياضة. هي مسلية بس على مو بلا على بس مو كل شيء مسلي لازم تسويه صح. زين ناخذ اتصال ونقول الو السلام عليكم. يلا نروح هلا نروح نعجة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ نوف. نوف اسمك نوف؟ هي نفس اسمي. ازاي متحمسة؟ انا باخذ اتصال. متحمسة يا نوف؟ نعم متحمسة. متحمسة شاطرة. ازاي من وين تكلمينا؟ جبل فجيرة. من الفجيرة. زين وكم عمرك قلتي لي؟ 9. العمر كله ان شاء الله يا نوف. زين يلا مستعدة حق السؤال؟ هي بصوت اعلى يا نوف. هي كل البنات اللي اسمهم نوف يكونون شي متحمسين. احم يلا نشوف السؤال. السؤال يقول شو الشيء اللي نعده وما يعدنا؟ ونحمله معنا لو قمنا او قعدنا يعني نشله ويانا يوم نقوم ونقعد. المسبح. المسبح اجابتك صحيحه ما شاء الله عليك. طبعا نوف ذكيه اسمها نوف. هي صح ما شاء الله عليك يا نوف. زين نوف قولي الصدق انت شفتي الحلقه كلها عشان شي عرفتي؟ هي ما شاء الله عليها ما شاء الله ذاكرتك قويه وحلوه. انزين يلا نلف العجله. يلا صوبك ولا صبي؟ صوب. يلا نقول بسم الله. واحد اثنين ثلاثه. في ورقه طاحت. لو وقفت عليه يعني هو زين نشوف. ومبروك فزتي معانا قصيمه مقدمه من ادفنتشر اتش كيو. نوف خبريها على المكان. هناك المكان كله مغامرات وبعد مسكر يعني ما في شمس وبتستانسين وايد هناك.
انزين شكرا لاتصالك، استمتعي فيها وشكرا لاتصالك، وان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه يا احلى نوف. خلاص تحمست وحده اسمها نوف. مو مصدقه، احس من زمان ما في حد اسمه نوف. اعزائي المشاهدين نذكركم ان حلقتنا الجايه بتكون السبت مو بالخميس، وبيكون شوف رمضان. هي وبتكون من الساعة 4 لين 5 يعني قبل الفطور. هي فكلكم تابعونا، مثل ما قلنا بنتعلم ويا بعض، بنتعرف على بعض، فتحمسوا ونشوفكم ان شاء الله على الحلقة الجاية على خير في رمضان، ونكون كلنا صايمين. ليش وصلنا للأسف؟ وصلنا للأسف. ما قلت للأسف صح؟ ما قلت للأسف، أنا ما كنت مستوعب. إنزين وصلنا للأسف. للأسف وصلنا لآخر الحلقة، ومرة ثانية كل سبت من الساعة 4 لـ 5 نترياكم. مع السلامة.